ودلوقتي هناخد الشعرية بتاعتنا ونعملها علشان نقدمها جنب اللحمة. أنا بحب الحاجات دي تكون جنب اللحمة، يعني رز بخلطة، شعرية، لسان عصفور، بحبهم كده، دول جنب اللحمة بيبقوا لطاف جدا. طيب أول حاجة هنعملها، عايزين نحمر الشعرية. فعشان نحمر الشعرية هناخد عندنا سمنة، بس هسيب يعني تنتوفة صغننة كده، دي هسيب دي بس كده علشان نحط فيها، ممكن يعني بحب أخلي البصل لوحده يتحمر، فسايبه له حتة السمنة دي، أو بالعكس بنعمل البصل الأول وبعدين نشيله ونحط الشعرية، يعني يا ده يا ده مش مشكلة، المهم يعني ممكن الاثنين مع بعض، بس أظبط لو ده لوحده وده لوحده. هنعمل الوصفة بتاعتنا، هنعوز ايه بقى؟ عايزين بصلة، وعايزين رشة قرفة، وعايزين رشة حبهان مطحون، وعايزين مستكة، وعايزين مكعب مرق، وعايزين سمنة وتنتوفة زيت. هنحط البصل، بس تقليبتين كده الصراحة، وهشيله وارجع تاني احطه في الطبق وابتدي احمر الشعرية بتاعتنا. الجو ده بيحب الاكلات، القطوطنة دي انا كتير بحبها على فكرة، عملتها قبل كده بس يمكن ما كانش اسمها قطوطنة، اللي هي بتبقى كوسة وبقليها في الزيت شرايح. اوكي طيب، هناخد بقى دلوقتي الشعرية اللي عندنا وهنحطها حسب عدد أفراد الأسرة. حرام دول، حرام نسيبهم. هنقلب بقى فيها لغاية ما تتحمر عندنا تماماً، يعني لسان العصفور ممكن نعمله من غير تحمير، شوفوا الجمال. خلاص هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد البصل بتاعنا ونرجعه تاني هنا، ونبتدي بقى نضيف التوابل بتاعتنا، اللي هي القرفة، الحبهان المطحون، مكعب المرق، وطبعا عندنا ملح وشوية ملح وشوية فلفل، حابين تحطوا كمان رشة جوزة الطيب، حلو تدي طعم لذيذ، بس شوية ملح شوية فلفل، ناخد رشة جوزة الطيب، مية، وبقى بنحط لها مية أقل من الرز شوية لان هي طبعا بتستوي اسرع من الرز. هي طبعا ازازة المية سخنة عشان كده مش عارفة تسيبها. خلاص كده تمام، هو الصراحة مش تمام قوي، عايزين شوية مية كمان، يعني لسوعة كمان. تمام خلاص كده ممتاز الوضع، هخليها بقى غلوتين كده وهروح موطية عليها زي ما بنعمل الرز بالظبط، ونجيب اللحمة كمان. الشعرية دي انا بعشقها الصراحة، كتير بحبها مش شوية. احاول ادلقها كده احسن،